الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن في سلطنة عمان وفي أمام هذا الغار في قرية إزكي، وهذا الغار معروف من زمن قبل الإسلام، كانوا الناس يعبدون عجل من الذهب الخالص. وهل هو قبل الإسلام رموه؟ فلما تركوا هذه العبادة جابوا هذا العجل وجعلوه في هذا الغار، ومن ذلك الوقت لا يستطيع أحد أن يدخله، فيشعرون بالضيق والاختناق ويخرجون. ونحن جينا حتى نأخذ هذا الجن وندخلهم الإسلام، ونحن ما لنا حاجة بالذهب، ولكن حتى ينتصر الإيمان والقرآن على الجن الكفرة، وإذا طلع هذا فهو ما شاء الله. ونحن جايين في الطريق منذ ساعة ونصف، والجن يهاجموننا فوج بعد فوج، لأنهم يحافظون على هذا العجل ولا يحبون إلا أن يعبد، هذا مطلبهم. واللي جاءوا بعضهم مات وبعضهم أسلم، فالآن سنمشي إلى الكهف ونخطف من جديد، ونحن نمشي حتى نصل إن شاء الله. وصلنا أمام الكهف، فهذا مدخل الكهف، والحمد لله فيه يعني كتابة هنا تقول أن هذا من أهم الأماكن الجيولوجية في سلطنة عمان. كهف يعني بني يعني من الطبيعة عبر مئات الملايين من السنين. ويذكر أن فيه يعني خرافة، يعني قصة أسطورة، أنه لما جاء الإسلام الناس أخفوا هنا يعني عجلا من الذهب، ولم يستطع أحد أن يخرجه. هذا الذي مكتوب، وسنبدأ في الخطف إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون. ليش جيتوا؟ جئنا حتى ندخلكم إلى الإسلام. لا نريد. ولماذا لا تريدون؟ لا. وماذا تفعلون هنا؟ نحرس. تحرسون العجل؟ نعم. وماذا تريدون، أن يعبده الناس؟ سوف يعبدون. تريدون أن الناس يعبدون؟ سوف يعبدون. وكيف ستفعلون حتى يعبدونه؟ نعم سوف يعبدونه. ولكن منذ أن جعل الكهف هنا لم يعبدوا أحد. نحن ننتظر. تنتظرونه؟ نعم. طيب، وهذا ماذا يكون العجل لكم؟ كيف؟ العجل ماذا قيمته عندكم؟ هذا إله. هذا إله. طيب انظر، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إنكم سئمنا من هذا الكلام. سئمتم؟ نعم. سمعتم هذا الكلام كثيرا؟ نعم. وماذا صار، ماذا فعل لكم هذا الكلام؟ يأتي كل مرة واحد يعذبنا بهذا الكلام. نعم. فتعذبتم كثيرا؟ نعم. وبعد أن تتعذبوا ماذا يصير؟ ننتقم. تنتقمون منه؟ نعم. فماذا يفعل؟ لا يعود. فلا يعود بعدها. وكم من واحد جاء قرأ عليكم القرآن هنا؟ كثير. الكثير. منذ أن تابعوا الإسلام. نعم. وهم يحاولون أن يأتوا هنا بالقرآن حتى يخرجوا العجل. الناس اللي جاءوا وقرأوا، هل كان في قلوبهم حب المال؟ فيهم بعض.
والبعض فقط لحب الله نعم للإيمان. طيب، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا ألا الصراط ترى؟ المستقيم. ماذا أرى؟ ألا ترى كل هذه الذبائح وكل هذه القرابين؟ والله لا أرى شيء، أخبرني عنها. أعطيت لكم ذبائح كثيرة نعم وتخاف أن تضيعها، نعم ولكن ستكسب خيرا منها. لا نعم، هل تريد أن ترى ماذا ستكسب؟ أنت لازلت لا تعرف شيء. أخبرني حتى أتعلم. نحن جنود فقط هنا، لكن في الداخل هناك شياطين قوية. أنتم فقط في الاستقبال نعم وأنتم تخافون من تلك الشياطين. طبعا، أنت لا تخاف؟ لا والله لا أخاف، الحمد لله. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أنت مصر، نعم أنا مصر. ولكنك لا زلت لا تعرف. أي طيب خلاص، إن شاء الله بعد قليل سأعرف. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وشكلها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لا لخلق الله. لا تريد؟ تخاف؟ أخاف. تخاف من الشياطين الأقوياء. نعم وكان حقا علينا نصر المؤمنين، 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حسنا، لكن لا أهاجمه. حرمت عليكم الله النور السماوات والأرض، 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 الله النور السماوات والأرض. طيب سنحضر الآخرين، أنت مستعد أو نزيدك في السلاح؟ تريد؟ إذن خذ السلاح وابقى شوية بعيد واحنا سنأتي بالآخرين. طيب، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، تكاد تميز من الغيظ. خلاص سنأتي بالآخرين إن شاء الله. لا تركبن طبقا عن طبق، 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 لا تركبن. ماذا تريد؟ تريد شيء؟ لا تركبن طبقا عن طبق، لا تركبن طبقا عن طبق، لا تركبن طبقا عن طبق، لا تركبن طبقا عن طبق. تريد تقول شيء؟
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الدماء تجري الدماء تجري. تجري. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا لا، تبديل لخلق الله. يكفي هل ما زالت تجري الدماء؟ يكفي. ما زالت تجري؟ نعم ما زالت تجري؟ نعم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ماذا عرفت؟ عرفت ماذا تريد؟ ماذا أريد؟ عرفت. أي قل لي. أيوة نعم ماذا أريد؟ تريد الأجداد، تريد الأجداد. صحيح. الأجداد الداخل؟ نعم الأجداد، وأنت من الأحفاد ها؟ نعم طيب. وترى كل أمة جاثية، كل أنسى. أمة لا تدعى تفكر، إلى كتابها، لا اليوم تجزون ما لا جدوى. كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وترى كل أم اذهب سأذهب إن شاء الله، بارك الله فيك على هذا الاستدعاء الجميل. اذهب. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم أنت لا تجرؤ تعملون. أن تدخل. هكذا. نعم طيب فهمت. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي لا فطر الناس تجرأ، عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة لا الله تجرأ. التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس لا عليها لا تبديل لخلق لا الله، فطرة الله لا التي فطر الناس لا عليها لا تبديل لا. لخلق الله. ماذا؟ اهدأوا فطرة الله اهدأوا. التي غضبوا. نعم فطرة الله نعم التي فطر الناس نعم عليها لا تبديل نعم لخلق الله. نعم جماعتك هم. نعم فطرة الله نعم التي فطر الناس عليها اهدأوا. لا تبديل لخلق الله. لا فطرة لا الله التي فطر لا الناس عليها لا تبديل لا لخلق الله. هو سيذهب، فطرة هو الله سيذهب، التي فطر. نعم هو لابد أن سيذهب، أذهب. صحيح سأذهب. سيذهب. أي نعم. فطرة الله التي هم غضبوا عليك أو علينا؟ غضبوا عليك. غضبوا علي وأنت تدافع عني. لا لماذا تقول لهم يهدأوا؟ لا أدافع عنك، ولماذا لا أريد تهدئهم؟ أن يهاجموا، يعني هكذا
يضيعوا قوتهم من نعم غير فائدة. نعم بارك، أحسنت أحسنت، أنت قائد حكيم. فطرة الله لو التي لم أكن حكيم كان دهكونه. صحيح، الله يزيدك حكمة إن شاء الله. لا يؤتي الحكمة من لا يشاء، ومن لا، يؤتى الحكمة فقد أنا أوتي عندي حكمة من خيرا نفسي، كثيرا. لا أحد يعطيني شيء. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لا يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة لا فقد أوتي لا، خيرا يذهب كثيرا. يذهب. أنا، نعم، وأنت قلت لي أدخل ولا أنت قل لي لا أذهب؟ أنت لا تريد أن تدخل. سبحان الله، أنت حكمتك عجيبة. أنا قلت أدخل، أي لماذا لا تدخل؟ سأدخل. أدخل. لا، لازم يأتي الأجداد هم يستدعوني، هذا ليس لا مكانك. لا، فطرة الله قابلهم في الداخل. أي نعم. لا لا، أريد حتى يدخلوني أول. لا يؤتي الحكمة من يشاء، لا ومن يؤتى الحكمة لا فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. سوف يصب عليك غضب الرب. الرب؟ نعم العجلة؟ نعم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. يكفي، إنكم وما تعبدون من يكفي، احنا سمعنا كثير من هذا الكلام، استمعتوا؟ يكفي. طيب، لا أنا أنتظر الغضب يأتي. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ولما جاء موسى لميقاتنا، هذه الدماء ولا السلاح؟ لا، دماء. تلطخ نفسك نعم بالدم. يعني قبل أن يدخل العجل هنا، كم مدة عبده البشر؟ مئات السنين. يصل 1000 سنة أو لا يصل إلى 1000؟ أنت بماذا تعد؟ بعدكم أم بسنيننا؟ لا لا، سنيننا نحن. أنتم؟ لا، أنتم. مئات السنين. فقط، لا يصل إلى 1000. لا. طيب، طيب احنا وين كنا؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. ذهب، أنا أذهب. ذهب هو. هذا كم ذهب؟ نعم، من بقي؟ اختفى، بقي هل في غيره؟ أنا الذي أسلم. أنت الذي أسلمت، الآخر طيب هل بقي غيره؟ هنا؟ نعم. نعم، يعني الكفار. نعم، نحضر الموجودين اللي موجودين هنا. نعم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي. جئتم؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة ففتقنا وما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. أطلق سراحكم؟ نعم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ماذا أنتم مرضى؟ ما لكم؟ ماذا بكم؟ ماذا بكم؟
هذه الدماء. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى غير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى غير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى غير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى غير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى غير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى غير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى غير الله به. برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. برأت من الله ورسوله الله نور السماوات. برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. برأت الله نور السماوات والأرض. 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 خلاص؟ طيب هل في آخرون مربوطون أو مسجونون أو معذبون؟ موجود. ناتي بالمساجين والمعذبين والمربوطين. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقنا وما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حين فلا يؤمنون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل لغير الله به. حرمت برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. خلاص كل المربوطين والمسجونين جاءوا. ماذا قصتكم أنتم المساجين؟ كنا نشتغل مع السحرة وهذا الجن السحرة. فلما دخل الذين كنا نشتغل معهم في الإسلام أردنا أيضا أحنا ندخل فحبسونا هذا الجن ما أردنا. سبحان الله. البشر السحرة دخلوا الإسلام وأنتم اللي كانوا يعبدوا العجل وأنتم أردتم أن تدخلوا الإسلام فهذا الجن منعوكم. نعم. وربطوكم وعذبوكم. نعم. طيب كل المعذبين والمربوطين جاءوا. نعم. ها؟ لن حتاخذوا السلاح ثم نأتي بالآخرين إن شاء الله. أو تخافون؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تكاد تميز من الغيظ. تكاد تميز من الغيظ. مازلتم خايفين؟ قليلا فقط. وآمنهم من خوف. 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 خلاص؟ يعني كيف الخوف كان مرض فيكم؟ رعب. كان فيكم رعب. طيب هؤلاء الجن الأقوياء اللي داخل هل فيهم من ذبح أهله لإبليس؟ نعم. أنت لا تعرفهم؟ لا أعرفهم. كيف؟ أخبرني عنهم. هذم. نعم. من فصيلة الغول. آه من فصيلة الغول. نعم. مهم. هذم
يعني طاغون، يعني من أشد يعني الجن طيب الشياطين، فمنهم الغول الأحمر، منهم الغول الأسود، يعني هذم يكونوا. أشد الشياطين. نعم. طيب منذ العجل هنا وكل هذا الجن هنا، هل لهم علاقة بالناس اللي في البلاد أو ليس لهم علاقة؟ نعم، ماذا علاقتهم؟ هناك من يأتيهم من الإنس السحرة ليذبحوا لهم وليستعينوا في هذا المكان. بهم. نعم. طيب إذا كل الجن اللي عندهم علاقة بهم في البلاد سنحضرهم قبل. واو، إيه؟ لكن نعم. وهم يعني أنا سمعت أن ينتظرون يعني هذاك السحرة، أنهم يعني متفقين أن يأتوا بفئة ليسجدوا لهذا العجل ويأخذوه. يعني المقابل حتى يسلموا العجل للسحرة أن يعبدوا العجل. يسجدوا إيه له. يسجدوا للعجل. طيب طيب يعني هذو السحرة حناتي بالجن اللي معهم اللي هم خارج الكهف، كل السحرة اللي عندهم علاقة بهذا الموضوع سنحضر الجن اللي معهم حتى يبقى هؤلاء معزولين، ثم سنواصل إن شاء الله. نعم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، تكاد تميز من الغيظ، لا تركبن طبقا عن طبق، لا تركبن طبقا عن طبق، لا تركبن طبقا عن طبق، لا تركبن طبقا عن طبق. فطرة، تريد أن تقول شيء؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس. لن تدخلوا. طيب فهمت. أنت من أين جئت؟ من هنا. لا، أنت من داخل الكهف؟ لا لا، من هنا. مع ساحر ولا مع من؟ لا، أنا أحرس الكهف. تحرس الكهف؟ وأين أنت منذ أتينا نحن؟ نعم، أنا أحرس الكهف. ولكن أين كنت؟ كنت أحرس الكهف. من الداخل أو من البرة؟ لا، من أين؟ من أمامه. ولم ترنا جئنا هنا؟ رأنا، رأيتك. أيوة. نعم. الآن جئت لتعترض؟ نعم. ليس أنت الذي نتكلم معه من قبل؟ لا. طيب فهمت. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. حسنا. ماذا؟ تقبل الإسلام؟ لا. ماذا؟ حسنا ماذا؟ أنت قلت لا تبديل لخلق الله. أي؟ هذا هي خلقتي. هذه خلقتك. نعم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لا. مؤهل لغير الله به. لا. لا تريد؟ هذه حرمت عليكم. علينا نحن. نعم. طيب. نحن لم تحرم. طيب أنت تعرف البرق؟ نعم. تعرف من يحكم في البرق؟ لا. هل العجل يحكم في البرق؟ يحكم في كل شيء. إذا العجل يحكم في البرق؟ يحكم في كل شيء. طيب أراد أن يقول له أن يضرب من يشاء يضرب. أيوة أحسنت. انظر الآن، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ماذا صار؟ لا. ماذا صار؟ تكلم. لا أقول. قل. لا. إذا نعاود. لا. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو لا. شديد المحال. لا. ماذا صار؟ تكلم. عندك إله قوي. أها، عندي إله قوي. نعم. ماذا فعل لك؟ لا. تكلم. آه. إذا نعاود. لا. ماذا فعل؟ ماذا صار؟ تكاد السماء تسقط عليه. على من؟ علي أنا. طيب تدخل الإسلام؟ لا. نعم.
هاي خلاص حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير موهلا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير موهلا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير أسرع. حرمت عليكم الميتة والدم الله النور السماوات والأرض الله النور السماوات والأرض. خلاص نعم. اللي جاءوا كلهم أسلموا. نعم. هل بقي الجن مع السحرة اللي يتعاملوا مع هذا الكهف؟ لا كلهم جاءوا. كلهم جاءوا؟ نعم. هل في جواسيس تراقبنا؟ نعم. ولهما وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ. ولهما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. ولهما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. ولهما سكن في الليل والنهار. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير موهلا لغير الله به. حرمت على الله النور السماوات والأرض الله النور السماوات والأرض الله النور السماوات والأرض الله خلاص. طيب كل اللي ذبحوا أهلهم لإبليس سنأتي بأهلهم حتى يزدادوا إليكم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. من أنتم؟ أنا عبد الرؤوف. هناك شيء غريب. ما هو؟ هناك شيء غريب. هناك شيء غريب. شيء غريب. ما هو؟ هناك شيء. نعم. هناك شيء اختفى. شيء اختفى؟ نعم. الدماء؟ نعم. هناك شيء اختفى. هناك شيء. تتحدث عن الحراس؟ نعم. اختفوا. نعم. ألا هناك ترى؟ شيء غريب. كان هناك ظلام. كان هناك ظلام. ظلام. نعم. والآن ماذا صار؟ لا هناك نور. صار النور. نعم. أنت جئت من الداخل؟ نعم. أنت ذبحت أهلك لإبليس؟ عجل. هل أهلك موجودون؟ لا. لا تراهم؟ لا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. تراهم الآن؟ لا أريد. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. نعم. لم يتجرأ أحد أن يتحدانا قبل اليوم أو نعم. اليوم. طيب إذن أنا أتحداكم. لا تجرأ. وقد جرأت. سوف تندم. الله أعلم. طيب أنتم تعبدون العجل. نعم. هل العجل يتصرف في البرق؟ لماذا؟ لأن سأريكم أن إلهي يتصرف في البرق. حسنا. وما معنى أن إلهك يتصرف في البرق؟ و؟ يعني ما 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 حسنا. آية خلاص. إلهك يتصرف في البرق يعني ما ماذا تريد؟ أريدكم أن تسلموا. نحن لا نريد. إذن سيضربكم بالبرق. لماذا؟ لأنه خلقكم. لا تقول. أقول. غير صحيح. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. أنا أسحرك. نعم. طيب وأنت تخاف من السحر أو لا تخاف؟ لا أخاف. إيه خلاص إذا نسمع. لا أريد أن أسمع. أنت تضيع وقتي. يجب أن أنظر ماذا حصل. طيب إذا سيضربك البرق وأنت تفكر.
هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. تدخل الإسلام هكذا سهل يعني أنت تدخل الإسلام؟ ونيسرك لليسرى 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 ونيسرك. سوف يقطعون رأسي. من الذين في الداخل؟ نعم انظر. وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين. مستعد؟ نعم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير موهل لغير الله به. الله النور السماوات والأرض. خلاص؟ طيب نعم. نأتي بالذين في الداخل. مستعدون أو تخافون؟ لا نخاف. الحمد لله. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. فإذ نعم أنت جئت من الداخل؟ جئت من الداخل؟ أنت مريض أو عجوز أو مالك؟ مالك حزين؟ حزينة؟ أي خلاص خلاص. ظلمات ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض. أدركنا أيها العجل أدركنا أدركنا. إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. أدركنا. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته
ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. سوف يقتلك. من سيقتلني؟ من؟ العجل؟ لا. من؟ زعيمنا. زعيمكم؟ نعم. طيب. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أخرج قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أخرج. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. جعل ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ما تدخل الإسلام؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون صلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون صلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون صلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون صلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون صلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون صلوها اليوم. جنود الله. حرمت عليكم دخول الإسلام. يلا خلاص انتهى الموضوع. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به ظلمات بعضها فوق بعض 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 ظلمات
وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمها إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. خلاص الباقي كل مسلمون؟ نعم. طيب إذن سنترككم ثم نواصل. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمها إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكادوا تميزوا من الغيظ فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالحمد لله كما رأيتم هذا عند الاستقبال، والآن سندخل والله المستعان. السلام عليكم. طيب نحن دخلنا في الكهف ولكن الطريق مسدود لأنه وقع فيه يعني انهيارات، وقالوا يعني لازم تحبو بعدين يتسع، ولكن الذي وجدنا ليس فيه سبيل ولو بالحبو، فسننظر هل فيه مدخل آخر. ولكن الخاتفة رأت أشياء، فقلت رأيت أشياء طيبة. نعم. ماذا رأيت؟ كان هناك جن، يعني بعد ما أسلموا هناك الجن اللي كانوا في الخارج فهناك جن الحمد لله يعني أتوا من كل مكان، جن مسلمين للمساعدة. طيب ما شاء الله نزلوا ما شاء الله. من كل مكان. طيب هذا الذي رأيت. نعم. والجن الذي كان في الداخل وقال لو يسلم الآخر سيقتله، قلت من العجل؟ قال لا، ولكن سيدهم الذي في الداخل. نعم. فرأيته هذا؟ نعم. كيف هو؟ كان يجلس على عرش وكان له كثير من الرؤوس وكان لونه أحمر. فهذا لم يأتي بعد؟ لا. طيب فسنحاول أن نحضره الآن إن شاء الله. ظلمات بعضها فوق بعض، 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 ظلمات بعضها فوق بعض. أنت الذي على العرش؟ ظلمات بعضها فوق بعض، 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 ظلمات بعضها فوق بعض. هل تحسن الكلام؟ ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض. فترة مملكتك كيف حالها؟ هل هي بخير؟ لا. ما لها؟ لا. ماذا؟ لا. ماذا لا. صار؟ من فعلت هذا؟ نعم أنا فعلت. ماذا فعلت؟ ذهبت. ما بقى شيء؟ لا. سبحان الله ما بقى شيء؟ لا. ولكن كم عندك رؤوس؟ قالوا عندك رؤوس كثيرة. عندك كم؟ كان عندي 70 رأس. فأصبح؟ ما بقى إلا 10. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والآن كم؟ لا. كم؟ لا لا. قل كم؟ لن أستسلم. لن تستسلم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله،
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله كم سر رأس فطرة وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون خلاص مات هل بقي جن آخرين كفار مازال سنبحث في عالم الجن والشياطين يعني هل وصل الخبر إلى أحد من الشياطين والجن مما فعلنا هنا وكان لا تركبون طبقا عن طبق لا تركبون طبقا عن طبق لا تركبون طبقا عن طبق هناك وصل الخبر هل جاءوا أو ما زال ما جاءوا لا تركبون طبقا عن طبق 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 فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله حرمت عليكم الميتة والدم من أنتم؟ جئنا من الجبال أيواش فرأيتم ماذا وقع؟ ماذا؟ أخبروكم أخبروكم ماذا وقع؟ نعم وماذا وقع؟ حاربت هذا الجن نعم نعم ثم هذه الشياطين والشياطين ف وماتوا وماتوا والآخرون أسلموا نعم طيب تدخلون الإسلام؟ طيب لماذا قبلتم بالسرعة؟ لا نريد أن نموت نعم لأنهم أقوى منكم الذين قتلناهم نعم. طيب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وإلى غير الله به الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض يعني قبل اليوم وجدنا في عمان أن أشد الجن هم جن الجبال هم فوق السحرة وفوق كل شيء إذا خرب السحر فهم من الجبال يعني يرتبونه من جديد ولكن أنتم جن الجبال يعني هذا الجن هنا أقوى منكم ما شاء جن الكهوف طيب خاصة هذا إذن نريد أن تعلنوا في كل جن الجبال في هذا البلد والكهوف أن أسيادهم قد قتلوا حتى يأتوا ويدخلوا الإسلام وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ماذا يؤلمكم؟ الدماء حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير موهلة لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير موهلة لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير موهلة لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير موهلة لغير الله به الله نور السماوات والأرض خلاص ولا مازال؟ مازال؟ خلاص طيب ننظر إلى كل السحر حيثما كنتم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا
الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات. الآن هذا الكهف يعني من هنا متهدم فيه مدخل آخر يمكن أن يدخله البشر. هذا هو المدخل اللي يؤدي إلى العجل. إذن ما فيش لا لابد حفر وكل شيء لنصل إلى العجل. يعني في مكان ثاني بس هذا اللي يؤدي الى العجل. يعني في مداخل اخرى في الكهف ولكن لا تصل الى العجل. طيب اذا نحن طيب. واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمها فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. الحمد لله وددنا ان نصل الى العجل ونخبر السلطات حتى يخرجوه ويعني يعرف الأمر. ولكن يعني لما خطفنا للغار في مدينة إزكي انظروا ماذا وقع بعد يومين في هذه المدينة. طوفان تاريخي لم يسبق من قبل. سبحان الله. إن شاء الله سنختف ونرى هل فيه علاقة مع الجن ومع الخطف الذي خطفنا في هذا الغار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فطوف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فطوف عليها طائف من ربك. أنت هربت؟ من ماذا هربت؟ من المعركة. يعني من الخطف أو من الطوفان من المطر؟ نعم من الطوفان. هربت من الطوفان؟ نعم. ماذا صار يعني في عالم الجن في الطوفان؟ جاء جن كثير من المسلمين. نعم. وصاروا يخرجون الأسحار التي كانت هناك وهاجموا. أيوة. على الجن الباقين. الجن الباقين سبحان الله. وهذا الجن يعني الذين كانوا في الكهف وأسلموا أو لا تدري من أين جاءوا؟ لا أدري. جاء جن كثير فصاروا يخرجون الأسحار ويطردون الجن الكفار. نعم. وقتلوا الجن الكفار. والأمطار ماذا فعلت؟ كانت تقتل الجن وتحرقهم وهناك أمطار يعني غسلت الأسحار. الأمطار قتلت وطردت الجن الكفار والأمطار والأنهار غسلت الأسحار التي كانت على الأرض. نعم. ما شاء الله. وأنت هربت؟ أنا هربت. الآن تدخل الإسلام؟ نعم. يلا
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل لغير الله به. الله النور السماوات والأرض، الله النور السماوات والأرض، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تأكدوا تميزوا من الغيظ، برأت من الله ورسوله. الله النور السماوات والأرض، الله النور السماوات والأرض، الله. وخلاص لنحضر واحد من الجن المسلمين الذين قاتلوا الكفار وطلعوا الأسحار. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا صار في مدينة إزكي أو قرية إزكي؟ دعونا الله أن ينزل عليهم عذابا. على من؟ السحرة والجن الباقين والسحر. فنزلت الأمطار. نعم. أنتم حاربتموهم والله نصركم بالمطر. نعم. فكانت الأمطار يعني ترجمهم، تقتلهم وتبطلوا الأسحار. وأنتم الجن الذين كنتم مع الكهف من كل مكان. من كل مكان. نعم. ولكن هل هذا عنده علاقة بالخطف اللي عملنا في الكهف؟ نعم. ما هي العلاقة؟ هنا الجن الذين كانوا في الكهف. أي. الذي أسلم. نعم. يعني ما لم يكن أقوياء كثيرا يعني الحقيقة الذين أسلموا، فالأقوياء تقريبا ماتوا لما كانوا طاغين يعني في هذاك المكان. أيوة. في الكهف الذين كانوا أطغى الجن ماتوا. نعم. والباقي كلهم أسلموا. يعني طلبوا الإعانة لإبطال السحر الذي فالجن اللي أسلموا طلبوا الإعانة من الجن الآخرين المسلمين. نعم. في البلاد لإبطال السحر. فاجتمعتم هناك لإبطال السحر ومحاربته ودعوتم الله والله أنزل المطر لينصركم. نعم. ما شاء الله ما شاء الله. هل باقي الجن الكفار في البلاد والذين يعملون للسحر؟ خلاص في كل البلاد في هذه المنطقة. ولكن بقية البلاد هناك أماكن في بعض الأماكن. نعم. لنحضر الجن الذين يعملون مع السحر ومع الشيطان إن شاء الله. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تأكدوا تميزوا من الغيظ، برأت من الله ورسوله. الله النور السماوات والأرض، الله النور السماوات والأرض، الله النور السماوات والأرض. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تأكدوا تميزوا من الغيظ، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. براءة من الله. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله. خلاص. ننظر للأسحار. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا وهبا منثورا. الله نور السماوات والأرض، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالحمد لله أخواني، كما سمعتم الجن المسلمين الذين أسلموا من الكهف قالوا هم طلبوا النصرة من الجن المسلمين الآخرين حتى يقضوا على السحر الموجود في منطقتهم. ولما حاربوا الجن الكفار طلبوا من الله أن ينصرهم، فنزلت الأمطار رحمة وترجم الكفار وتطردهم وتقتلهم وتبطل الأسحار. فالحمد لله رب العالمين. الله يوفقنا ويستعملنا لنصرة دينه ونفع عباده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.